ما أشبه هذه المنعرجات الوعرة بحياته، وما أقرب هذه الأشجار العطشة وهي تقاوم وتأبى في شموخ أن تذبل وتموت إلى كبريائه وعزة نفسه. هنا منطقة بني حسان ضواحي تطوان، غير بعيد على ضفاف هذا النهر المتدفق، يعيش بالعربي وحيدا في هذا البيت، أو على الأصح ما تبقى من أطلاله، يقلب صفحات من كتاب حياته التي استحالت، حزنا على ماض ولا وشكوى من جسد أنهكه المرض. كنت فلاح نخدم الحرس، نخدم ونقي كل شيء، ونقي كسيبة ودبا تجزد ما بقيت نقدر. وهو يحبس دموعه، لا يخفي بالعربي معاناته مع المرض الذي ألم به، وكيف حال المال بينه وبين العلاج، وفي الأمل بأن يستعيد خطواته وقد خانته قدمه ليستعيد عنها بعكاز من خشب. ورغم وطأة الألم وبابتسامة أمل وعرفان، يتطلع بالعربي لجاره الذي لا يتردد في اقتطاع بعض من وقته لزيارته والاطمئنان عليه كحال بعض من الجيران. عندي نصيم الفتيلة مزاقة، محبوس عندي رجلي محبوس، مشينا للطبيب طلبنا الثمن غالي، قال خاصو 3 منيل باش يقيل الحديدة، ومعش باش يقي ومعش شنو. وانا اقول لك اذا انا نجر هيدا بالحكاكه مسائل ديال الماكله والسعانك والحصان وقايدك ولا مش فين هي المرض ديالك؟ مرضي الطنسي وطلع على شعايل، هذه 21 سنه وهي عندي يده ورجله ما لهز تمشي عاوني. كان عايش باخر صحيع ومزيان باخر، الشر ضروري الشر هو هذا، هيدا دعا الله الدنيا. هيدا دعا الله الدنيا. وخا عنده بنته او بنته في المدينه والحاله على قدها، وانا نشوف هالحاله هذه وكيعز عليا. تجي عنده يوميا؟ وماشي يوميا بالحق، ثلاث ايام يوميين، حال البارح جيت البارح وعف حال يومه، ما نشوفوا هيدا سوق صحة والناس تنكسر. يطلوا الجيران اللي يطلوا لي بالساعات هيدا، انت لا تشوفها الراجل هو مسكين اللي يجيب العويدات هاد المنينة. يومين نهار يجي واحد، حنار يجي وجوج، حنار ما يجي حتى واحد. إلا جاب الله المؤمنين يقيمنا شي موحل دا ما فينا التوا وفيه ما فيها عن خير. يصر بالعربي على التمسك بتلابيب الحياة، وعينه ترنو إلى أفق أرحب ينتشله من العزلة وضنك العيش، على أمل أن يستعيد عافيته للرجوع إلى أرض سكنت حبات ترابها قلبه حباً وشغفاً.